حضرات سيدنا أبي بن كعب النجار وسيدنا الأرقام بن أبي الأرقام وأبو الأرقام أبي عبد مناف، ثم إلى روح سيدنا أسعد بن يزيد بن الفاقهة، ثم إلى روح سيدنا أسود بن زيد بن ثعلبة بن عبيد بن غنم، ثم إلى روح سيدنا أسير بن عمرو الأنصاري، ثم إلى روح سيدنا أنس بن قتادة بن ربيعة بن خالد الوسي، ثم إلى روح سيدنا أنس بن معاذ بن أنس بن قيس بن عبيد بن زيد، ثم إلى روح سيدنا أوس بن ثابت بن المنذر النجاري، ثم إلى روح سيدنا أوس بن خولد بن عبد الله بن الحارث بن عبيد، ثم إلى روح سيدنا بجبير بن أبي بجبير حليف بن المنذر النجار، ثم إلى روح بسبس بن عمرو بن ثعلبة بن خرشة بن زيد، ثم إلى روح بشر بن البراء بن المغرور الخزرجي، ثم إلى روح سيدنا بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي، ثم إلى روح سيدنا بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه.